إن المثال الناجح الذي يضفيه المخطط الاستثماري لشركة توسيالي بمبلغ إجمالي مقدر ب 1.7 مليار دولار لإنتاج الصلب المسطح يشجعنا على بحث فرص جديدة للشراكة المربحة للطرفين والترحيب بالشركات والاستثمارات التركية في الجزائر مستقبلاً، مما يساعد على تحقيق إحدى الأولويات الحكومة ألا وهي تنويع الاقتصاد، فتح أفاق جديدة في مجالات الصناعة المنجمية والصناعة التحويلية، تكنولوجيا الإعلام والاتصال والمؤسسات الناشئة، الزراعة، الري والكهرباء. نحن كوفد تركي أتينا إلى الجزائر بوفد واسع جدا، رجال الأعمال يبدون اهتماما كبيرا لهذا الاجتماع. أعتقد أن هذا اللقاء مفيد جدا لصالح الطرفين، وسيعد القاعدة والأرضية اللازمة لإرساء هذا التعاون.